عودة مشاهدينا الكرام إلى انطلاق جلسات الحوار الاقتصادي بالحوار الوطني لمناقشة محاور كثيرة متعلقة بغلاء الأسعار، معوقات الإنتاج والتصدير والسياسات النقدية. معكم هاتفيا دكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهلا بك على شاشة الأولى. دكتور، بداية، محاور جلسات اليوم، ماذا ستتضمن المناقشة؟ هو طبعا النهاردة احنا خدنا أجندة لمدة 4 أيام وعاملين نظام، كل يوم حاجة فيه 3 موضوعات مهمة، كل موضوع هيبقى محدد ساعتين، يعني بيتبع استمرار الجلسات لحد يوم الخميس القادم. طبعا الحكومة مدعوة لحضور الاجتماعات، عدد من السادة الخبراء والمتخصصين في مجال الاقتصاد، السادة أعضاء مجلس أمناء، أعضاء المحور الاقتصادي. النهارده في 3 قضايا مطروحين على طاولة الاجتماع المهم جدا. الأولى طبعا هو موضوع خاص بالغلاء، التضخم، كل ده الموضوعات دي كلها الموضوعات عشان نصل إلى حلول مهمة جدا وسريعة لمواجهة هذه الظواهر السلبية اللي أثرت تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين. بنتكلم عن الاحتكار، بنتكلم عن الغلاء، بنتكلم عن الأسعار، كل ديت وغيبة الرقابة أو ضعف الرقابة على الأسواق، فدي طبعا ده مسألة من غاية الأهمية. ممكن نخرج أيوة بتشريعات، أخرج بقرارات، ندخل بسياسات لضبط السوق، خاصة نحن مقبلين على شهر رمضان المعظم وهيبقى فيه طبعا رشدة سريعة. الموضوع الآخر وهو إزالة كل المعوقات التي تواجه التصدير المصري، سواء الزراعة، الصناعة، السياحة، في معوقات بتواجهها في التصدير، نحن في أمس حاجة اللي طبعا يعني إزالة كل العقبات أمام المصدرين سواء المنتجات الزراعية أو الصناعية، أيضا الجذب السياحي وإزالة كل المعوقات اللي تواجه السياحة. والسياحة دي طبعا يعتبر مصدر مهم جدا من مصادر الدخل القومي. يمكن ثالث موضوع وهو الموضوع الخاص بالنقد الأجنبي والعملة الصعبة، ويمكن طبعا الحمد لله يمكن كان كورة خير، يعني موضوع رأس الحكمة والحكومة المصرية كانت خبيصة عليه، اللي هو إن شاء الله يوفر لنا خلال أسبوعين بنتكلم في 35 مليار دولار. مشروع قومي كبير ثانوي كبير، مشروع هيجر دخل وهيوفر فرص عمل وهيعمل جذب سياحي. فكل دي ان شاء الله النهارده معاكم هتستمر للساعه 7 مساء للخروج بتوصيات وبيان هيصدر عن صحيح دكتور، موضوعات آنية وحالية، وبالتأكيد الجميع ينتظر مخرجات هذه الجلسات، خاصة وأننا رأينا أهمية هذه الجلسات في مرحلتها الأولى وكيف كان هناك تعاطي من الحكومة لمخرجات جلسات الحوار الوطني بشكل فعال وعلى الأرض بالتحديد. ماذا بعد مخرجات هذه الجلسات؟ ما الذي سيتم فعله، خاصة وأنت ذكرت فكرة الروشتة السريعة أو روشتة الحلول السريعة؟ احنا طبعا عندنا أمرين، الأمر الأول حضرتك نوهت ليه إن احنا كان صدر من الحوار مجلس الأعضاء لأكثر من 135 توصية، تم سنة فخامة الرئيس، تم إحالة الحكومة. الحكومة طبعا يمكن دولة رئيس مجلس الوزراء شاركت لجنة من مركز المعلومات مجلس الوزراء ومجلس الوزراء، وتم وضع خطط وبرامج تنفيذية، واحنا كمان مش عملنا شكلنا اللجنه السباعيه، انا بشكر انا واحد منها. اللجنه السباعيه مع السيد المناصف العام، مع السيد الرساله الفنيه، امبارح التقينا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكان يعني جلسه انا بعتبرها اكثر من رائعه. يعني اعلن بشكل واضح وصريح دوله رئيس الوزراء ان هو مهتم جدا بكل المخرجات التي خرجت في التوصيات اللي هي 35 توصيه، ويمكن امبارح اعلن قرار الغايه التقنيه في لجنه مشتركه سيتم تشكيلها من الحكومه مع مجلس الامناء الحوار الوطني لتفعيل التوصيات وتحويلها الى تشريعات وسياسات وقرارات. وايضا بالنسبه لي النهارده هو ينتظر سريعا ما يصدر عن نعم دكتور طلعت، وسنتابع مع حضراتكم كل ما سيسفر عن هذه الجلسات المهمة. دكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أشكرك جزيل الشكر.